فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع في الحج أو يعتبرون من حاضري المسجد الحرام؟ كل من خرج من حدود الحرم بعد الحج يطوف للوداع، جدة للطائف، كل من خرج من حدود الحرم الأميال إنه يجب عليه الوداع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.